المفكر استراتيجي الأسواق في شركة ADS Security. أهلا بك سيد نور. بداية، هل تتوقع أي مفاجآت من نتائج اجتماع الفدرالي الأمريكي اليوم؟ نعم، ما هناك توقعات إلى الآن، لازالت تشير إلى وجود رفع لأسعار الفائدة أخيرا بواقع 25 نقطة أساس. هناك نوعا ما أرقام إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي مؤخرا، وأيضا هناك نوع من السلبية، لكن الشيء الذي قد يضغط على البنك الاحتياطي الفيدرالي بأن يعطي نوعا ما إشارات أقل من ما كانت أو أقل مما تتوقع الأسواق، هو أنه استمرار انخفاض معدلات الطاقة، لازالت تدعم استمرارية بانخفاض في معدلات التضخم حول العالم، ومنها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا انكماش قطاع الصناعات التحويلية. لذلك نتوقع أن يكون هناك رفع في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لكن اللهجة لن تكون قوية كما شاهدناها خلال الفترات الماضية. نعم، هل قرار الفدرالي سيكون له تأثير على سير العملات، طبعا تحديدا اليورو والدولار، أم أن التداول سيكون محدود لأن الأسواق احتسبت هذه الزيادة في أسعار الفائدة؟ نعم، احتساب الزيادة متواجد منذ حوالي خلال طوال تداولات العام الجاري، شهدنا ارتفاع للمؤشر العام للدولار الأمريكي بأكثر من 30%. المهم هو ليس فقط القرار معظمه أكثر من حوالي 80% مسعر في الأسواق. المهم ما الذي سيتكلم عنه، أو خصوصا جانيت يالن، ما هو الباث أو ما هو الآلية التي سيتم اتباعها في رفع أسعار الفائدة المقبل؟ هل سيكون مع كل اجتماع أو سيكون فيما لو كان مع كل اجتماع هذا الشيء سيدعم الدولار، لكن فيما لو ذكرت جانيت يالن أنه من الممكن أن ننتظر فترة من الزمن حوالي 6 أشهر لنرى ما هو التأثير على الاقتصاد من أول رفع بعد حوالي تقريبا 10 سنوات، ومنها سنحدد هذا الشيء الذي قد يكون نوعا ما ليس داعم للدولار بشكل كبير. نعم، بعد تقرير قطاع التوظيف اليوم في أوروبا، اعتبر بعض المحللين أنه إشارة إلى أن الاقتصاد الأوروبي سيشهد تعافي وتسارع العام المقبل. ما رأيك أنت؟ الشيء المهم ذكره هناك، التيسير الكمي بدأ فيه، أو حوالي الآن بدأنا نشهد الأرقام الاقتصادية الإيجابية من قبل الاتحاد الأوروبي بعد عام من التيسير الكمي، وهذا الشيء اللي هو الشيء الطبيعي في الوقت المقبل. الآن مع استمرار نوعا ما ضعف اليورو واستمراره في تداول بمستويات يعني مستويات قليلة 101.09، هذا الشيء لازال يدعم نوعا ما الاقتصاد الأوروبي في خلال الفترة المقبلة. أيضا معدلات التضخم الأساسية لازالت نوعا ما تعتبر في استقرار، لذلك من المبكر الآن أيضا مرة أخرى الحديث عن نتائج ما فعله دراجي خلال الأسبوع الأسابيع الماضية من تخفيض الأسعار الفائدة على الودائع، لكن أعتقد أن هناك نوع من الاستقرار قد نبدأ ونشهده في الاتحاد الأوروبي في ظل وجود هذا الكم من الأموال التي يضخ البنك المركزي الأوروبي واقع 60 مليار شهريا. نعم، نشهد تذبذبات حادة أيضا في أسعار النفط هذا الأسبوع، هل بدأنا نلمس القاع في أسعار النفط أم أن هناك مساحة لتسجيل المزيد من الانخفاضات؟ شهدنا نوعا ما قفزة خلال تداولات يوم أمس، هذا الشيء نوعا ما يعطي بعض الإشارات إلى وجود نوع من الدعم الكبير، أو على أقل وجود طلبات شراء كبير. لذلك من الممكن أن نكون قد وصلنا قرب مستويات القاع، لأنه بالنهاية المستويات التي شهدناها خلال العام 2009 لازلنا تقريبا قرب هذه المستويات، وتلك المستويات كانت أيضا مستويات مهمة جدا. أما الانخفاض مستويات 30 دولار وما إلى ذلك، نوعا ما إلى الآن نعتقد أنه قد نكون قريبين من مستويات القاع التي شهدناها خلال العام 2009. نعم، أيضا بالنسبة للذهب شهدنا مستويات دعم قوية، يعني اليوم أونصة الذهب عند 1050 دولار. صحيح. تقريبا في حال زيادة الفائدة، هل يمكن كسر هذه المستويات؟ عفوا 64 ألف. نعم، إلى الآن أيضا النفط منذ بداية أو عفوا الذهب والفضة منذ بداية العام تقريبا في نفس الرينج، أي نعم تعرض لخسائر لكن أيضا لازال يعتبر في نفس الرينج. الشيء اللي من الممكن أن يؤثر على الذهب إيجابا فيما لو قال ذكر الفدرالي الأمريكي أنه الرفع هي رفع وحيدة وسنستمر أو سننتظر لفترة من الزمن، أما فيما لو شهدنا رفع مجدول هذا الشيء بالتأكيد سيؤثر سلبا على السلع بشكل عام، لأنه ارتفاع الدولار أيضا سيعطي المزيد من الضغط. لكن في الوقت الحالي مع توقعات الأسواق التي تشير إلى ما يسمى بالدوفيش هايك اللي هي رفع لكن الانتظار بنظرة سلبية، نعتقد أن السلع نوعا ما قد تصل إلى مرحلة قد تكون قريبة جدا من الاستقرار. نعم، سيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة ADS Security، شكرا جزيلا لك. كانت هذه جولة سريعة في أسواق المال والسلع، عودة إليك محمد وما تبقى من تداول. شكرا لنا في آخر